خوتي خواتاتي، السلام عليكم. كيف نتوما؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. غندخل وانا كنشرح لكم هاد لابارتمون هادي فين كتواجد ولا سيرفاس ديالها وشنو فيها، واش كتباع بالفراش ولا كتباع خاويه. لابارتمون ديالنا اللي جبت لكم الشركه ديالنا افيتو طونجي فين كتواجد؟ كتواجد في طنجة البلدية، واللي هو الموقع الأكثر طلب لا من ناحية ديال الشراء ولا من ناحية ديال الكراء. يعني اوتوماتيكمون كنفكروا بلي هاد لابارتمون هادي راه تقدر تشريها وتكريها ولا تشريها وتسكن فيها كإقامة دائمة، يعني على حسب الاختيار ديالك وعلى حسب نتينا وشنو باغي. دونك باش نشرح لكم الموقع أكثر، لابارتمون قلت لكم كتواجد في طنجة البلدية، وهاد طنجة البلدية راه غنية يعني تعرف المغرب كامل ماشي غير في طنجة. فين شنو قريب لي لكم؟ هنايا قريب لي لكم كارفور، قريب لي لكم مالاباطا سيتي مول، قريب لي لكم طونجي سيتي مول، قريب لي لكم بزاف ديال الاماكن اللي هي سياحيه من المنار اولا الطريق ديال المنار، قريب لي لكم مالاباطا بحر اللي كاين في مالاباطا، وقريب لي لكم حتى لاكار تجافي غير خطوه طريق وهانتوما فيه. هادشي بلا ما نهضر على المواقع العموميه اللي كتحتاجوها دائما بحال الاسواق بحال الجوامع بحال الحمام، كلشي كاين حدايا حتىكم. يعني طنجة البلدية ما عندكم فين تلفوا فيها، كلشي قريب ليكم. مع الدخل ديال لابارتمون اللي المساحه ديالها 72 متر، وي كيف ما سمعت لابارتمون ديالنا فيها المساحه 72 متر جات في الريتشوفي. دونك مع الدخل ديال لابارتمون غتبان لكم اصلاحات اللي هي في المستوى، وعاد الفراش اللي كاين فراش فيه جات موالم لابارتمون ديالنا. دونك حنايا غندخلوا للبيت العسل الاولاني اللي كاين مع الدخله ديال لابارتمون هادي. نخرج انا باش نصور لكم المساحه ديال هاد لاشومب هادي فاتيره، تصور لكم المساحه اللي هي كافيه للاستغلال ولا كافيه للاستعمال، تقدر تستعملها كبيت ليك لا سينما كانوش عندك العواول. مثلا اذا كان عندك العواول تقدر تستغلها كبيت النعاس، مثلا تعمل فيه جوج الكيمان سيباري فحال هو عامل، تقدر مثلا تعمل دو لي سيبوبوزي فوق بعضهم هنايا، وتخلي هاد الجهه هادي مثلا فيها فوتاي ولا مكتب على حسب نتينا شنو غادي تحتاج. حتى بالنسبه لهذا الفراغ اللي كاين هنا، واخا تقرب معايا فاتيره غير شديتو، هذا الفراغ اللي كاين من الجهه ديال هذا الحيط لتما هنا يتبنى ماريو، يعني ويكون عنده البيبان ديال الالومنيوم بهذا الخشب على حسب ذوقك نتينا، ومن تما غادي يكون هذا الفراغ مملوء بالماريو. ما تضطرش انك تنزل ماريو اخر اللي غياخذ لك من المساحه ديال لاشوم. وفي الجهه المقابله غادي ندخلو كاين دريسين نورمالمون دريسين، اولا تقدر تحسبها مساحه زايده غتخد صوره لكم فاتي، يعني مساحه زايده اللي تقدروا تستغلوها مثلا يا اما ترجعوها طواليت اللي تكون عندكم فوت البيت النعاس، يا اما تزولوا هذا الحيط وتكبروا المساحه ديال البيت النعاس اللي كاين لداخل، يا اما ترجعوا دريسين وتقدروا ايضا انكم تفتحوا طاقه كيف ما قلت لكم. تقدروا هنايا في هذا الحيط هذا تفتحوا الطاقه وتزاد عندكم تهويه على حسب الاختيار ديالك وعلى حسب نتينا شنو غادي تحتاج هنايا. كيف ما قلت لكم تقدر تعمل بيت الكلاس، تقدر تردوا بيت النعاس، تقدر تما تعمل دريسين، تعمل طواليت، تقدر تري تزين كاع داك الحيط وتدخل المساحه ديالو مع البيت النعاس كامل. ودابا نمشيو باش نشوفوا الباقي ديال البياس ديال لابارتمون. بعد ما شفنا البيت النعاس شنو فيه والدريسين كيفاش تقدر تستغل شنو الاصلاحات اللي ممكن تعمل فيها تما، هنايا كاين هاد المساحه هادي. عاد كندخلوا نجبروا الصالون ديالنا اللي المساحه ديالو ضمه مساحه كبيره وماشي سهله. دونك بالنسبه لهاد السيجور، بالنسبه للاصلاحات اللي بغيتي تعمل، مثلا تقدر تزول هاد العيبه كامله من غير هذه، هذه حيت ساليه هنا، هذه تزولها مثلا، اولا مثلا تعمل بلاكارات هنايا ديال الزاج وتستاف لي ديكوراسيون اللي عندك انتينا هنايا. وهنايا كيتواجد الطاقه ديال البيت النعاس اللي قلت لكم في الاول انها كطل على الصالون، وهنايا كتدخل الشمس من غير الطاقه اللي بغيتي تزيدوها اللي قلت لكم في الاول على الدروج. دونك بالنسبه للناس اللي غادي يسقسوني واش لابارتمون كتبع بالفراش ولا خاويه، لابارتمون ديالنا كتبع خاويه ما فيهاش الفراش نهائيا، ولكن لا انتغسي بالحاجات اللي كاينين هنا ولا شي مواطع مثلا الصالون او الكوزينه تبقى له هنايا ماشي مشكل. عيطنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه وحنا نشوفوا لهم شحال غيوصلوا الثمن بالنسبه للفراش. كيف ما هنا باش تاخذوا افكار على التفريشات اللي تقدروا مثلا تعملوا هنايا، هما فضلوا انهم عهدوا الدخله يعملوا هذه اللعبه اللي هي كونسول هنايا ديال الصبابط، ماشي ضروري تلتزموا بهاد التفريشات نهائيا اللي كاينين هنايا. راه تقدروا تفرجوا فلاش ديال افيتو طونجي
وتكتشفوا شنو هما الفراش اللي كيكونوا في ديور الناس وتطبقوهم في المنازل ديالكم. وحتى من ناحيه ديال الاصلاحات كاين بزاف ديال لي شونتيون اللي تقدروا مثلا تاخذوهم من لاشين برينسيبال ديال افيتو طونجي وتطبقوهم في لابارتمون ديالكم اولا في المنازل المستقله ديالكم. وهنايا مباشره غادي ندخلوا للتواليت ديالنا وندخل انا معكم علاش حيت التواليت كبيره بزاف يعني المساحه ديالها تقدروا تعملوا فيها اي حاجه. دونك ندير الاصلاحات اللي كانت في هذا الحمام هذا صال دابا الرئيسي اللي كاين هنا زلجات حتى للسقف يعني تقدروا مثلا نتوما غادي كتصور لكم الزليج مزيان يعني باش توريكم شنو الاصلاحات اللي دارت هنايا. ولكن من ضمن الاصلاحات اللي مثلا تقدروا تعملوا هذا ولا تزيدوها نتوما تقدروا مثلا هذا الدوت شهري تعملوا له كوليس الزاج الالومنيوم على حسب الذوق ديالكم. سينو مثلا غير تقرب معايا فاتي واحد الشتيطو وانا مثلا نفرد هذه كامله دوتشه تبنيها اولا تعمل هنا بانيو الناس اللي كيعجبهم بانيوات اولا مثلا ترد دوتشه كامله كيف ما قلت وتغطيها كامله بالزليج اولا مثلا تقسمها على جوج وترد دوتشه في طواليت سيرفيس اولا مثلا تخليو الدوتشه في هذا النص هذا ومثلا في هذه الجهه اخرى تعمل بلاكارات بما اننا حنا كنحتاجو بزاف ديال البلاكات حنا معروف حنا المغاربه عندنا الباكاج وكنحماقو على الباكاج وما كنسيبوه شي ولكن تقدروا تعملوا بلاكارات اولا مثلا شي فيترينه هذا اللي اتخبى فيه الباكاج ديالك اولا مثلا ماتيريال سانيتا اللي غيكفيكم الحمام. ودابا غادي ندخلوا باش نشوفوا الصالون ديالنا اللي فريمون المساحه ديالو ماشي سهله مساحه كبيره كيف ما قلت لكم لابارتمون فيها 72 متر دونك عادي عادي جدا ان الصالون يكون المساحه ديالو قد هيدا. بالنسبه للصالون ديالنا كنذكركم ما كتتبعش بالفراش ولكن الا كنتو انتريسي بهذا الفراش هذا عيطوا لنا حنا نشوفوا مع مولات لابارتمون. مثلا الصالون تاع فيه تفريشه مغربيه هي اعتمدت على فراش عصري ولكن ماشي ضروري كيف ما كنقول لكم انا دائما تقيدوا بهاد التفريشات اللي كاينين هنا ولكن تقدروا مثلا تفرشوها فراش مغربي 100% مثلا بحال اللي كنعملوا حنا سدادر كوانات تريا معروف الفراش المغربي كي ستوندار ولا مثلا تقسم على جوج هنا تخلي الصالون وهنا تعمل صالا مونجي مثلا فين غادي تاكلوا فين يبقى طاولة فين تبقاو تاكلوا نتوما ويبقى لكم الصالون نقي حيت حنا معروفين بالضربه الصالون كنخليوه للضياف ماشي لينا اللي كنجلسوا فيه. ودابا غادي ندخلوا باش نكتشفوا الكوزينه مع بعضياتنا ونشوفوا كيفاش عامله وشنو الاصلاحات اللي عملت هنايا. الكوزينه ديالنا على ما لاحظت انها خلاتها مفتوحه ما عملتلاش باب. الكوزينه ديالنا المساحه ديالها هي هذه من بعد انا باش تصور لكم فاتي المساحه ديالها كافيه للاستعمال كافيه لدرجه انها عملت فيها صالا مونجي هنايا وخلات لوني او لا الماتيريال ديال الكويزين في الجهه اخرى. دونك من ناحيه ديال الاصلاحات عملت هاد لي بلاكار اللي هما ديال الخشب بويض عملت هاد النوعيه ديال المرمر اللي كتشوفوه هي نوعيه ممتازه هنايا. وبالنسبه لكاع لي ماتيريال اللي غتشوفوه اخر في الكوزينه راه ما كيبقاش هذا كيمشي مع لابارتمون دونك كتاخذوها خاويه ولكن راه هي لاسباس ديال لابادورا اللي فين تقدروا مثلا نتوما اما تزيدوا نورنيه وتعملوا لي ماتيريال مثلا لابادورا وداكشي في جهه اخرى على حسب ذوقكم نتوما على حسب نتوما وشنو تبغيو يكون هنايا. من ناحيه ديال الزليج عملت هاد النوعيه ديال الزليج اللي هو تقريبا طالع اكثر من النص بعد عملت هاد اللعيبه هادي سيباراسيون ديال الزليج دونك عطات منظر رائع للكوزينه ديالنا. من ضمن الاصلاحات اللي مثلا تقدروا تعملوها هنايا مي كنقول انا الاصلاحات اللي تقدروا تعملوها هي اصلاحات ماشي انكم مجبرين تعدلوها 100% على الدخول والسكن ولكن هذه ابارتمون صالحه للسكن 100%. وهذه الاصلاحات اللي كنذكروا حنايا راه غير الزوار في الابارتمون يعني ماشي ضروري تعدلوها. مثلا هنا تقدر تزول هذه اللعيبه ديال الحيط اللي كاين هنا اللي كيسيباري ما بين الصالون ولا كويزين وتزيد هذه المساحه اللي كاينه هنايا حيت شفتوا مورايا الباب ديال البيت النعاس دونك هنايا المساحه هذه تقدر تزيدها مع الصالون وهنا تعمل الباب ديال الكوزينه. ومن بعد ما شفنا الكوزينه وشنو يقدر يجي هنايا وشفنا الصالون وشفنا البيت الاول غندخل مباشره باش نشوفوا البيت النعاس الثاني اللي كاين في هذا لابارتمون هذه اللي المساحه ديالها 72 متر جات في الطابق الارضي فين كتواجد كتواجد في طنجه بليه. نذكر المشاهدين فاتي كتصور لكم لا شومبر اكوشي كيفاش عامله من الداخل وشنو فيها وانا غنذكر لكم الموقع بالزربه خفن زربه الموقع ديالنا طنجه بليه اللي هو غني التعريف فين كيتواجد كيتواجد قريب من طريق دمنار كيتواجد قريب من لاكار تي جي في قريب من مالاباطا وبحال اللي كاين مالاباطا قريب من المغرب حتى من مالاباطا مول ولا كارفور اللي كيتواجد في طنجه بليه اللي غيسقسيو على المواصلات واش كاينين هنايا كاينين طرمبيات
كاينين التواكسيه بيض، كاينين التواكسيه خضر وكيوصلوا حتى للباب. وحتى بالنسبه للترونسبورات، الناس اللي غادي يسقسي واش لا باترون كيوصل لا ترونسبورات ديال الخدمه على اساس انهم باش يكريوها، راه كيوصل لا ترونسبور حتى للباب. ونزيدكم المفاجاه ديال هاد لا باترون، هادي هو التصريح 100%. يعني الا بغيتي تهنى من الكره اسيدي او لا لا لا، تفضلوا على باترون واجده 100%، والديكلاراسيون تصريح 100%. تقدروا تاخذوها كريدي وتهناو نتوما نهائيا من الكره وتستقلوا بداتكم. ودابا انا غنمشي معكم للصالون باش نعاود نذكركم من جديد بموقع مساحة، ونذكركم حتى بالثمن ديال لابارتمون. نذكر المشاهدين ديالنا اللي كيبغيو يشوفونا اكسكلوزيف وحصريا قبل ما يتنزلوا الفيديو ديالنا في افيتو طنجر، اللي هي لاشين برينسيبال ديال افيتو طنجي، حيت كاين لاشين الثانيه تحت اسم افيتو طنجي جوج اللي كننزلوا فيها الاراضي، المحلات التجاريه، العقارات للكراء. وهاد لافيتو طنجي الاولى كننزلوا فيها لي زابارتمون للبيع، وكننزلوا فيها الديور مستقلين، علاش لا، مستقبلا غادي يكونوا بزاف ديال لاشين اللي هما تابعين للشركه ديال افيتو طنجي. كيف ما قلت لكم، اللي كيبغي يشوفنا اكسكلوزيف حصريا راه كننزلوا لكم سكرين شوت هنايا فيها اليوزر نيم ديال الانستغرام، ثم تابوناو معنا وفعلوا الجرس باش يوصل لكم الجديد. راه كننزلوا ستوريات، كننزلوا ريلز اللي كيكونوا اكسكلوزيف في الانستغرام، وتقدروا تزورونا ابتداء من هذوك المقتبسات اللي كننزلوا في الانستغرام. ودابا غادي نقول لكم الثمن ديال هاد لابارتمون هادي، ونذكركم حتى بالمساحه. المساحه ديال هاد الشقه هادي اللي كتواجد في الطابق الارضي 72 متر، فيها جوج ديال لي شومب، فيها صالون، فيها كوزينه، وفيها دريسين، وفيها الحمام. الثمن ديالها هو 39 مليون سنتيم خاويه. وبالنسبه للناس اللي غانتغسب بالفراش ديالها، يعني عيطوا لنا كيف ما قلت لكم في الارقام اللي كاينين الفوقي، وحنا غنقول لهم الثمن بالفراش شحال غادي تكون ساويه. بالنسبه للناس اللي كتبغي تحول العمله، الثمن ديالها بالدرهم هو 390 الف درهم. بالنسبه للناس اللي يبغيو يحولوا العمله من الدرهم للعمله ديالهم الاجنبيه. وهكذا نكون قلنا كل شيء خوتي خواتاتي، كنت قلت لكم كل شيء، معليا غير ندعي معكم. الله يسهل عليكم كاملين ونهاركم مبروك.